هلو هلو، كيف حالكم؟ اعطيني جوج عشرينات. كيف حالكم؟ كديرين؟ لاباس عليكم؟ المهم انا عندي واحد النهار عامر، بدا من 7 ديال الصباح وعيت، ولكن المهم داز نهار مزيان حيت درت فيه بزاف ديال الحوايج اللي نافعين البشريه. anyways مع انا ما كانش عوره نصور عاوتاني اليوم باسكو ما عنديش موضوع، وانا نقول ارا نطلع نشوف شنو كاين في الترندين المغربي. عرفت شنو غيبان ليا في الترندين المغربي؟ اصلا كاين واحد الموضوع اللي ما طالعش في الترندين، اللي هو داك المحكمه حكمات على هذيك الطفله نور تكتب لباها المحامي. والموضوع الثاني اللي كان في الترندين، اللي هو اليوم في الترندين، هو واحد اليوتيوبر، ما عرفتش شنو هي السميه ديالو، ابارامون هو واحد اليوتيوبر اللي هو معروف لانه عنده اكثر من 2 مليون في لاشين ديالو، و مرتو ما كتولدش، يديرين واحد الفيديو. ماي جاد. انيويز خلينا نبداو بطفله نور، وديك الساعه عنده خونا هذا. المهم اوغوزمون هذيك البنت تكتبات لباها، فريمون هذا الموضوع هذا بين بانه الى شي واحد تبع الحق ديالو، وكانوا في ظهره، وكان في ظهره الاعلام، وكان في ظهره محاميين يكونوا فريمون واعرين. باسكو كاين هذيك المراه مسكينه اللي مات لها ولدها هذه 12 عام، و اي بورتون 12 عام وهي كتجري وتجاري، اي مازال ما وصلت لها شي حاجه. ف انك تكون كتجري من ورا الحق ديالك ابارامون ماشي كافي. ولكن هاد سميتها نسيت شنو سميتها، المهم هاد الماينور عندها تتعاطفات معها شوف تي في، وما تشوف تي في واخا واحد القناه اللي زعما ديال الفضائح، ولكن عندها واحد الثقل. اي جو بونس هي اكثر قناه اخباريه مشاهده مغربيه مشاهده على اليوتيوب. دونك اوغوزمون انا ديك البنت كتبات لباها، ولكن هذا الشيء زعما هذيك البنت حيت ديك البنت ضحيه، ديك البنت ما دارت لا بيديها ولا برجليها، ولكن هذا الشيء ما خصوش يكون تشجيع للبنات انهم يولدوا يسقوا في رجال مزوجين. الوغ كومونس باغ انهم يسقوا في رجال مزوجين. الحاجه الثانيه انهم يولدوا من رجال ما مزوجينش بهم. فجيسبيغ انه هذا الموضوع هذا ما يتعاودش بزاف، واخا راه كيتعاود، راه باقي ندخل اليوتيوب حتى انا بلي ديالي هي اليوتيوب، اليوتيوب الفيديو ديال اليوتيوب، فكندخل كنلقى راه بزاف ديال البنات اللي هربوا من دارهم حيت حامله، هي اللي والده في الزنقه، هي اللي المهم ما عرفتش، انا ما فهمتش، ما عرفتش، كنحاول زعما كنحاول اني نفهم، وما في الاخر ما كنفهم حتى شي حاجه. علاش البنات كيديروا بحال هاد الاخطاء هادو؟ علاش وباقا بعدا هادي؟ حيت هادي راه جو بونس، انا ما متاكداش، ولكن جو بونس ان هي كانت باغا تحمل باش زعما تزير المحامي. اما هاد الاخرى راه زعما من شي شمكار حامله، من شي شمكار حامله من شي واحد كيدير سيليسيون ومع شنو سميتها، يعني كيحملوا مع شمكار، ماشي حتى مع شي واحد زعما اللي نقولوا انا شويه انا كونتر الحمل، انا راه جوج يكونوا يلاه تزوجوا وشوي كونتر الحماله، عاده وحده تحمل بلا زواج، ولا عاده وحده تحمل من واحد شمكار، ولا زعما اش غنقول لكم، ما عرفت والله ما عرفت. المهم البنات ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم، راه الواحد يتزوج ويجلس يصبر يعبر هذاك الشخص اللي هو معاه، ويتسارى ويدير بزاف ديال الحوايج في الحياه، عاد ديك الساعه يولد الوليد راه ما هاربينش، الوليد راه مسؤوليه، راه شانج لا في ديال الواحد. فاش كتقرري انك تجيبي داك الولد للدنيا حياتك كتبدل، ما تقدريش تبقى دير بزاف ديال الحوايج اللي كنتي كديرهم من قبل، ما تقدريش ديرهم. المهم ما علينا، هذا بالنسبه للموضوع الثاني، الموضوع الاول. دابا الموضوع الثاني ديال هذاك اليوتيوبر، انا بغيت نقول ليه واش ما كتحشمش؟ واش نتوما بجوجكم ما كتحشموش؟ موضوع بحال هذاك ما خصوش يتناقش قدام الكاميرا، يعني علاش كتناقشوا بحال هاد المواضيع هادو؟ زعما شي حاجه ليا خاصه بزاف، شي حاجه ليا خاصه. انا عندي قناه في اليوتيوب، وانا مع انا الواحد ينشر فيديوهات في اليوتيوب، ولكن راه خص يكونوا دي ليميت، راه كاينين شي حوايج راه ما يمكنش تحطهم في اليوتيوب، ودوك الحوايج اللي ما يمكنش تحطهم في اليوتيوب هما هادشي اللي نتوما حاطينو، واصلا هادشي اللي نتوما حاطينو يا نتوما كتكذبوا بكل روح اخويه، يا نتوما كتكذبوا يا الطبيبه ديالكم بوقه، باسكو راه ما يمكنش الهضره ديالكم، ما يمكنش الهضره ديالكم تقدروا تقولوا هادشي وحدين لشي ناس اللي ما عمرهم ما قراو، ما عمرهم ما مشوا عند جينيكولوج، ما عمرهم، حيت راه ما يمكنش. وانا حاولت انني ما نظلمكمش في الفيديو ديالكم، تفرجت فيه جوج المرات غير باش نفهم، حيت كتقولوا هضره شويه، كتقولوا هضره وحده اخرى، الهضره ديالكم ماشي هي هذيك. الوغ هاد الجوج هادو شنو كيقولوا؟ احكاو الواد
مشينا عند احقا والواد، مشينا عند الطبيبه، والطبيبه قالت لي، المهم قالت ليهم وعلاش هم لا بعدا كيفاش هما غيعيقوا احقا والواد، ما تحقا والواد، احقا والواد مع شو سميت مرتو كتاخذ بيلول، وهما مشاو سافروا لمراكش، وفي مراكش ما خدتش البيلول نهار واحد وما حملاتش شويه، عاوتاني وقع هذا البلان وموراها جاوها لي غاكل. ها يعني هي راه كتحبس، هي راه كتاخذ لي غاك كتاخذ البيلول وكتحبس وكيجيوها لي غاكل. اوكي ايوا واحد المره واحده اخرى عاوتاني نساتها وعاوتاني ما حملاتش ومشينا عند الطبيبه عاوتاني. من بعد كتقول لك احقه والطبيبه قالت لينا نتوما انت المراه ملي كتاخذ البيلول وما كتحبش كتولي عاقره. Are you serious؟ حيت انا دابا فاش انا فاش فرشت المره الاولى سمعت الهضره الاولى ونسيتها وركزت على الهضره الثانيه، جاكو شنو صحاب ليا، صحاب ليا واش السيده ضربه واقيلا شي 3 سنين ولا 4 سنين وهي كتاخذ البيلول وما كتحبسهاش، فهمتوا؟ باسكو الا كتاخذها نون ستوب نون ستوب نون ستوب ما عمر لي غير ما غتنزل ليها، يعني غتكون وقعت ليها شي كارثه تما لداخل، هادشي اللي فهمت. الوغ تما نقدروا نقولوا اوكي ساشون كو هما يلاه مزوجين وما كانش عام باش مزوجين صح، هما اصلا لا زعما كون كانت هذه هي القصه تقدر تكون واحد شويه فيها واحد شويه ديال ممكن انك تثيقها. القصه ماشي هكا، القصه هي انها هي كتاخذ البيلول كتحبس البيلول نسيتي نساتها مره ولا نساتها جوج ديال المرات، نقولوا حنا نسيتيها لهاد المرات، راه الا نسيتي البيلول وما كنتيش في الفتره ديال الاباضه راه ما غاديش تحملي. لايك ات سيمبل ماث، هادي زعما شي رياضيات اللي هي سهله، واحد زائد واحد كيساوي جوج. الا انتي نسيتي سميتها نسيتي البيلول في هذيك العشر ايام الاولى اللي كتكون مورا لا غاكل، راه واخا ديروا الرياضه ليلا لا نهارا راه ما غاديش تحملي. ما يمكنش غتمشي عند الطبيبه تقول لك الهضره هذه، مستحيل الطبيبه تقول لكم الهضره اللي نتوما كتقولوها. اباغي الا كانت هذيك الطبيبه ما عرفتش فين قاريه، غتكون قاريه في شي كوكب واحد اخر ما قارياش في المغرب. وحقا والواد ودات ليها التلفازه والتلفازه قالت ليها صافي راه هي عقره. واش نتوما في راسكم شحال ديال التحاليل كيداروا قبل ما توصلي لهذيك الكلمه ديال انت هي عقره؟ واش في راسك انك كيدير واحد المسحه لداخل، واحد المسحه كيديروا واحد المسحه وكي كتمشي للابو وكيديروا بزاف بزاف ديال الهضره كدير قبل ما نوصلوا ديك الكلمه ديال انت راك عاقره. ماشي حقه عطاتني الطبيبه نص لتر ديال الماء وحق اطرو نص لتر ديال الماء وقالت لي تحركي باش تبول، زعما غادي يديروا لها التحاليل ديال البول. اوكي شويه متحولنا من التحاليل ديال البول عم باش تعمر ليا الوالده، شويه عمرات ليا الوالده، المراه ما كيمشيش لك الوالده ما كيمشي لك البول. وات اف وات اكشوال اف، اش كتخربقوا دابا؟ المشكله سيكو انه الناس لتحت كل شيء متيقينهم وتيدعيو معاهم وتيقول لهم لحق سري الطبيب فلاني لا سري الطبيب فلاني لا سري الطبيب فلاني. سي اونتو سي اونتو انه الواحد يكون كيتاجر في راسو بهذه الطريقه هذه فريمون. انه حس لو بغيتي مثلا اهلا بحال هاد المواضيع، هادو مواضيع ما كتلحش في اليوتيوب، نقولوا انك بغيتي تلحها في اليوتيوب اون موان قولوا شي كذبه اللي هي هذيك، شي كذبه اللي هي مقاده، باسكو اليوتيوب راه ما فيهش غير مكلخين، اليوتيوب راه فيه بزاف ديال الناس اللي هما قاريين، فيه بزاف ديال الناس اللي هما واعيين، كيما شفت في لي كومونتير ديالكم، واخا كاين بزاف الناس اللي دعاو معاكم، كاينين بزاف ديال الناس اللي كيقولوا شات تخربيق. علاش كتحمروا الناس؟ علاش لو من بعد كيقول لك في الاول كيقول لك انا غير مي هذا الفيديو وغنبقى نحط امور شويه، كيقول لك لا انا غير مي هذا الفيديو غادي نغبر، شو كيقول لك راه الهضره ما بغيتش امي تسيق لها الخبر، شو من بعد كيقول امي الا كنتي كتشوفي في هذا الفيديو واي علاش كديروا بحال هكا؟ علاش واش بغيتي تطلع الترندين اللي طلعتي لي؟ ابارامون الفكره ديالك زوينه وذكيه، كنحييك على الفكره والذكاء، ولكن واي علاش اموا قولوا شي كذبه اللي هي هذيك، شي كذبه اللي مقاده. حقا 3 سنين وهي كتاخذ البيلول ما حبسهاش نون ستوب، ما عمرها ما جاوها لي غير فات 5 سنين تخربقات ليها الوالده ما عادش وقع ليها لداخل. اوكي ديك الساعه نقدروا نفهموكم، نتوما جوج ديال المرات ما جاوهاش لي غير وهي كتاخذ البيلول. الناس راه كياخذوا البيلول سنوات، اوكي ممكن انها تاخر لك الحمل ولكن راه كتكون خديتيها سنوات، ماشي انت خديتيها فاش كنتوما ما مزوجينش عام ديال الزوج واقيلا ما مزوجينوش، فما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. المهم
واحد ما يكون باغي يكذب يكذب بواحد الطريقه اللي تكون زوينه ويجي يكذب لي هي زعما كذبه مخاده، لانه اسوء حاجه سواء في اليوتيوب او ملي كتكون كتعامل مع كليان او ملي كتكون كتعامل مع الشخص الاخر بصفه عامه، هو انك تستحمر الشخص اللي قدامك او تسحب لك ان الشخص اللي قدامك غبي. هذه واحد الحاجه اللي خصها ما داش، حيت الناس راه ماشي اغبياء، ولا ماشي كاع الناس اغبياء، باسكو فريمون كاينين اغبياء ولكن ماشي كاع الناس اغبياء. وضروري في هذيك الالف ولا الالفين اللي كتفرج فيك غتلقى واحد ولا جوج اللي عارفين معلومات. فما تستحمروش الناس، ما تستحمروش الناس، ديروا فيلم، ديروا افلام، ام ان ديروا افلام، ولكن ما تستحمروش عباد الله، حنا ماشي اغبياء. المهم انا كما كنتفرج فيكم اصلا انا كنقلب في تريندين شكون اللي طالع وكنهضر عليه. المهم غير باش ما تقولوش انا راني ما حملاكمش ولا كنغير منكم ولا شي حاجه، انا كاع ما كنعرفكم هي 16. المهم ما علينا. الناس اللي كيديروا اليوتيوب ما تستحمروش عباد الله، بليز بليز ما تستحمروش عباد الله، الناس ماشي اغبياء. واللي تفرجت هنا ميرسي بوكو، و حتى الفيديو الجايه.